صباح الخير مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، معاكم فاطمة محفوظ ولايف جديد. رفع تراكمات عمرها 30 سنة بمحيط سور مجرى العيون. نفذت محافظة القاهرة حملة مبكرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لرفع مخالفات متراكمة بجوار سور مجرى العيون جنوب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. طبعا زي ما احنا شايفين كده اسطول من العربيات لرفع مخالفات. جايبالكم الموضوع من الاول، ان احنا نشوف الاسطول العربيات اللي بتنقل المخالفات اللي موجوده. احنا بنشكر المسؤولين اللي بيساعدوا على تطوير بلدنا ونظافتها، وبنشكر من اكبر حد في البلد سيادة رئيس الجمهورية العامل الصغير اللي موجود. بحاول ان انا يعني اتحرك بسرعة شوية علشان احاول ان انا انقل لكم العمال وهي بتنقل المخالفات اللي بقالها 30 سنة. شايفين طبعا المكان هيبقى في منتهى النظافة بعد نقل المخالفات. اسفل لان ممكن يكون الصوت مش واضح لان العربيات بس بتتحرك من حوالينا. دلوقتي شايفين نقل المخالفات من داخل سور مجرى العيون. دلوقتي العربيات بتتحرك، العربيات اللي نقلت المخالفات خلاص يعني امتلأت وبيدخل غيرها حاجة تانية. اشتركوا
زي ما احنا شايفين كده بيتم نقل المياه من داخل السور. طبعا المهندسين وسيادة العميد أبو بيه وسيادة العميد أشرف مهندس أحمد فؤاد مهندس أبو طالب كلهم بيسعوا ان هم الحاجة ما يبقاش فيها اي ضرر لاي حد في نقل المخالفات من العمال. طبعا شكر خاص لسيادة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وسيادة اللواء إيهاب الشرشابي. ازي حضرتك يا مهندس؟ ازي حضرتك؟ تمام كده ستوب كده خلاص حلو كده حلو كده تمام كده تمام حاضر مع لايف جديد. خلاص بقى مع لايف جديد اليوم السابع. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.